قد خلت من قبلكم من الجن والإنس إنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في إيه؟ أمم قد خلت من قبلكم حتى إذا اداركوا فيها جميعا التابع والإيه؟ والمجهول. الذين استكبروا والذين استضعفوا. لأن في حاجتين، يا إما ناس عشان لها قوة فيتبعها الناس لقوته حتى ولو كانت بغير الحق، وإما ناس ادعوا العلم وهم ليسوا بعلماء فتبعهم الناس. فيبقى أي شيء الإنسان يتبعه لا بد أن يكون على منهج الله وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله أجر، وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلال فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. يبقى ده بياخد أجر اليوم القيامة وده بياخد وزر اليوم الإيه؟ القيامة. فعندما يحشر الله أهل الأوزان، سواء الذين استكبروا معهم المستضعفين اللي اتبعوهم ومشوا على هواهم ووافقوهم على ضلالهم وكذبهم، فيحشروا يوم القيامة في مكان واحد ويدخلون النار مع بعضهم الإيه؟ البعض. فيقوموا بقى إيه؟ يتحاجون في النار. الحجر يستريحون فيها ويتحاجوا فيها، وكل واحد بيضع اللوم على مين؟ على الثاني. هذا يلوم وهذا يقول أنا ما قلتلكش اتبعني، أنت اللي اتبعتني. أنا ما دعيتك إلى الضلال ولكن أنت اتبعتني. والثاني يقول له أنت السبب، لولاك ما كنا في هذا الموقف. فلذلك قال الله: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرى لأولاها. الأخرى يعني التابعة، والأولى هي المذبوحة. أولاهم لأخراهم. قالت أولاهم لأخراهم: ربنا هؤلاء إيه؟ أضلونا فآتهم عذابا ضعفا. يعني دول هم السبب إن إحنا انحرفنا عن طريق الله وغيرنا عن طريق الله. فلذلك يا أخوات، يعني وصيتي إن إحنا نتبع الحق أينما كان، ونسير على منهج الله أينما كنا وعلى أي حال، ولا نتبع إلا الحق وأهل الحق، وأهل الحق هم أهل الله وهم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين جعلوا كتاب الله وسنة رسول الله هو كل شيء في حياته. ولذلك هنا في أمور كثيرة، يعني الحكم مؤشر الله بتقول لي الوقت بينزلوا حاجة اسمها المنكر الحلال، صح؟ طب بالله عليكم، في حاجة اسمها منكر حلال وفي منكر حرام؟ يعني كده خلوها كده العقل فيه. تعالوا أنا بحكيكم، يعني شوفوا الناس مش هي على قصة إن حلال وحرام، إن في مادة فيها كال يعني بتقدر تدخل المية تروح يعني على الجلد. هي مش القضية في دخول المية وخروج المية. احنا بنفهم الامور على غير مراد الله. هي القضية مش ان والله ده هيوصل مية ولا مش هيوصل مية ولا مش هيوصل.